بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الكونيك سيكشن رقم 3 بالنسبة لنا، اللي هو اسمه الإيه، اسمه الإليبس. إحنا المفروض خدنا الكونيك سيكشن، إحنا عندنا 4 كونيك سيكشنز. الكونيك سيكشن رقم 1 بالنسبة لنا بيسمى الإيه، السيركل. والسيركل ده المعادلة بتاعته لازم فيها إكس سكويرد وفيها واي سكويرد، وكمان شرطين. إيه هما الشرطين؟ إن تكون إكس سكويرد وواي سكويرد الاتنين موجودين في نفس الطرف في ليفت هاند سايد مثلا، ورايت هاند سايد ما فيهمش اكس سكويرد ولا سكويرد. ولازم الشرط الثاني اللي يكون موجود ان يكون الاكس سكويرد والواي سكويرد الاثنين ليهم نفس الاشاره، يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين ايه نيجاتيف. الشائع ان الاثنين بيكونوا الاثنين ايه بوزيتيف. والشرط الثالث ان الاثنين بيكون لهم نفس الكوفيشنت، يعني مثلا ده 3 اكس سكويرد يبقى ده 3 اكس سكويرد. ففي الحاله دي لو قسمنا على 3 فالاثنين هيكونوا مضروبين في كام؟ واحد. يبقى اكس سكويرد وواي سكويرد الاثنين في الليفت هاند سايد الاثنين بوزيتيف، والاثنين مضروبين في نفس الايه، في نفس الكونستانت، الا لو قسمت عليه يبقى الاثنين مضروبين في كام؟ في واحد. والرايت هاند سايد ممكن يكون مثلا بكام، باي رقم وليكن اسمه ايه، 9. ده شكل بسيط جدا للسيركل، انما الشكل العام ممكن يكون اسمه اكس بلس الاتش اول سكوير بلس الواي، اسف هي المفروض ماينس الاتش، وهنا الواي ماينس الكي اول سكوير. الكلام ده ايكوال كام؟ ار سكوير. ده الشكل العام بتاع الايه، السيركل. لازم يكون الكوفيشنت بتاع البراكت اللي فيه اكس سكوير مضروب في واحد، والبراكت بتاع الواي سكوير مضروب في واحد، والشرطين بالايه، بالبوزيتيف. والكلام ده بيساوي الناحيه اليمين قيمه بالبوزيتيف اسمها ار ايه، ار سكوير. ده مين؟ ده السيركل. لو جينا بقى للشرطين دمت، ايه هما تاني؟ ان الثلاث شروط ان الاثنين يكونوا في نفس المكان، الاثنين نفس الاشاره، والاثنين نفس الكوفيشنت. الشرط ده هيختل، او الشرطين اللي في الاخر الاثنين هيختلوا كل واحد لوحده. يعني في الاليبس هيكون الاثنين ليهم نفس الاشاره، الاثنين بوزيتيف. بس الفكره في حاله الاليبس، لو احنا نتكلم على الاليبس اهو، الكونيك سيكشن رقم 3، لان الكونيك سيكشن رقم 2 كان اسمه البارابولا وخدناه لوحده في الفيديو اللي فات. دلوقتي بقى هنتكلم على الايه، على الاليبس. الاليبس هو نفس معادله الدايره، بس ايه اللي هيحصل؟ هتلاحظ ان الكوفيشنت بتاع براكت من الاثنين مختلف عن الكوفيشنت الثاني. فليكن ده مثلا اسمه اي حاجه، وليكن اسمه الالفا وده اسمه الايه، البيتا. فده ليه ليه كوفيشنت والتاني ليه كوفيشنت مختلف تماما. مختلف ايه؟ مختلف تماما. في مشاكل في الكلام ده؟ جم قالوا والرايت هاند سايد قيمه بالايه، قيمه بالبوزيتيف. فجم قالوا الاليبس عشان نكتب الشكل العام بتاعه، احنا حابين ان تكون القيمه اللي في الرايت هاند سايد قيمتها بقد ايه، بواحد. احنا عايزين الرقم ده بواحد. فلو كان هو اسمه اي حاجه وليكن اسمه جاما مثلا، فيبقى احنا هنقسم كل ترم من 3 على كام؟ على جاما. ففي الاخر الكلام ده هيساوي كام في الناحيه اليمين؟ واحد. فده هيكون اسمه اكس ناقص الاتش كلها سكويرد، والفا فوق وجاما تحت. هنفترض ان الجاما هي الكبيره، يبقى الرقم اللي تحت هنسميه ممكن ايه، سكويرد. والرقم التاني هيبقى اسمه الواي ناقص الكي كلها سكويرد، وتحت رقم اسمه ايه، بي سكويرد. في مشاكل في الكلام ده؟ احنا دلوقتي بنتكلم على معادله مين؟ الاليبس. في قاعده عامه، طب يا باشمهندس احنا في السؤال اللي هيجي لي بالفعل فيه ارقام، لما تجيلك ارقام بعد ما تعمل الكلام ده هتلاحظ ان براكت الاكس معمول له سكوير وشرطه بالبوزيتيف، براكت الواي معمول له سكوير وشرطه بالبوزيتيف، وفي الراحه الناحيه اليمين لازم يساوي كام؟ في الحاله ديت الكوفيشنت بتاع الاكس تربيع لازم يكون تحت، رقم تحت، وده بتاع الواي، البراكت بتاع الواي تربيع لازم يكون برده رقم ايه؟ تحت. فيهم رقم انا هسميه بايدي ايه سكوير، والرقم الثاني انا هسميه اسمه بي سكوير، بحيث الايه هو الرقم الكبير. يعني الرقم الكبير هسميه مين؟ سكويرد. اكبر من مين؟ السؤال بقى، هل لازم يكون الاليبس لازم يكون الايه سكويرد تحت الاكس، تحت براكت الاكس، ولا مش لازم؟ لا مش لازم. تاني، يعني ايه اليبس؟ الاليبس ده انا كنت دايما ببقى لابس، يعني او مثلا ممكن تجيب دبله مثلا او حاجه مدوره سيركل، والتاني ضغطها من نفسك. فهتلاحظ ان مثلا انت كان عندك زمان حاجه بالشكل ده كده، تمام؟ طيب الحاجه ديت لو انت ضغطت عليها من فوق ومن تحت، يعني ضغطت عليها من فوق ومن تحت، هتلاحظ ان انت هتكون حاجه بالشكل ده كده،
تمام كده، يبقى انت كده اتفردت. فبقى كان زمان لو انت وقفت عند السنتر كل المسافات اللي هتاخدها متساوية من السنتر، انما دلوقتي لو وقفت عند السنتر، السنتر نفس السنتر خلي بالك هو كان اساسه ايه؟ سيركل، تمام؟ فلو جيت تبص لا ده في حاجات اكبر، يعني انت لو خدت البعد الهوريزونتال اكبر من البعد الايه؟ اه لو ده الكبير يبقى ده اسمه الايه سكوير، او ده اسمه الايه، واللي فوق ده اسمه مين؟ البي. يبقى ده هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ ده هوريزونتال. بتاع ده بتاع ده الميجور اكسس، القطر الاكسس الكبير في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي؟ اتجاه الاكس. يبقى ده اسمه هوريزونتال ايه؟ هوريزونتال اليبس. فالمعادله بتاعته هيكون اسمها اكس، اكس ناقص الاتش اول سكوير زائد الواي ناقص الكي اول سكوير ايكوال الواحد. ففي الحاله دي الرقم الكبير موجود تحت مين؟ الاكسات، والرقم الصغير موجود تحت مين؟ الواي. في مشاكل في الكلام ده؟ على الناحيه التانيه لو انت زي ما اتفقنا تاني جبت الدبله اللي كانت معاك كده اهي وضغطت عليها من بالشكل ده كده، هتلاحظ ان في الحاله دي الاليبس هيكون الميجور اكسس في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي؟ في اتجاه الواي. ده السنتر، هو السنتر. الطول الكبير في اتجاه الواي يبقى اسمه ايه، والطول الصغير في اتجاه مين؟ البي. يبقى ده اسمه ايه؟ اكس ناقص الاتش سكوير زائد الواي ناقص الكي برضو سكوير، ده بيساوي واحد، بس المره دي الايه سكوير تحت مين؟ تحت الواي، والرقم الصغير اللي اسمه البي سكوير موجود تحت مين؟ اه. فيبقى انت دلوقتي لما تيجي تظبط المساله او المعادله من عندك ولقيت الرقم الكبير تحت براكت الاكسات يبقى ده هوريزونتال، لو لقيت الرقم الكبير تحت براكت الوايات يبقى ده الايه؟ الكلام ده انت بتحدده بعد ما يكون الرايت هاند سايد قيمته بكام؟ 1. في مشاكل في الكلام ده؟ ها الامور واضحه؟ طيب اول حاجه بس معلومه سريعه كده، من الكبير الاي سكوير ولا البي سكوير؟ الاي سكوير ده هي الكبيره دايما ولا في استثناءات؟ دايما. خلاص طالما الاي سكوير هي الكبير، طالما الاي سكوير هي الكبيره ودايما، فجاي لك ان الديفرنس ما بينهم يبقى الاي سكوير ناقص البي سكوير. الكلام ده بيطلع حاجه جديده اسمها مين؟ يبقى في حاجه اسمها سي سكوير احنا هنحتاجها في الحسابات حاليا، اسمها ايه؟ بتساوي كام؟ الاي سكوير ناقص مين؟ البي سكوير. في مشاكل في الكلام ده يا باشا؟ ها الامور واضحه؟ تمام ماشي. يلا ركز معانا كده، الاي سكوير ناقص مين؟ البي سكوير. بيساوي كام؟ السي سكوير. مركز؟ حلو. طيب نيجي نقول ايه الخصائص اللي احنا محتاجين، تمام؟ خلينا ناخد مثلا اهو، خلينا مثلا ناخد على سبيل المثال واحد يكون ايه؟ اه هوريزونتال مثلا، تعالى كده اهو هوريزونتال بالشكل ده كده، وهنتن مثلا جايين فين؟ عند النقطة دي كده اهو، يبقى ده كده اهو تك 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 ماشي، وده كده بالشكل ده كده اهو تمام، وهتلاقي مثلا جايين على شكل معين بالشكل ده، اسف ثانية واحدة اهو تمام، وهتلاقي واخدين الشكل ده كده اهو، واخدينه وحاطينه بالشكل ده كده. يلا يا باشا، يلا يا باشا، ده مين؟ ده هوريزونتال ولا فيرتيكال اليبس؟ هوريزونتال اليبس. وصلت؟ حلو. المعادله بتاعته اسمها ايه؟ اكس ناقص الاتش اول سكويرد بلس الواي ناقص الكي اول سكويرد ايكوال كام؟ الرقم الكبير اسمه ايه سكويرد، تحت الاكس ولا تحت الواي؟ تحت الاي، عشان هو هوريزونتال. وهنا مين؟ حلو. النقطه ده هي يا باشا اسمها ايه؟ سنتر. اسمها اتش ومين؟ اتش وكي. يبقى زي الدايره بالظبط، اول حاجه هتقابلك مين؟ السنتر. وصلت؟ في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. من السنتر هتعرف تجيب كل الخصائص. اول خاصيه هتبدا ان انت تجيبها من السنتر هيكون عندك كام فوكس؟ اه ففوكس الاولى وفوكس الثانيه، ففي الحاله دي بيسموها فوكاي. بيسموها ايه؟ انت عندك كام فوكس؟ اتنين. في مشاكل في الكلام ده؟ الامور واضحه؟ حلو. فهتلاحظ ان انت عشان توصل للفوكس سواء الاولى او الثانيه هتشغل الاليبس بتاعك هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. عشان توصل للفوكس الاولى ولا في الثانيه هتروح منين؟ من السنتر. من السنتر. هتغير في الاكس ولا في الواي؟
اغير في الاكس، في الاكس اكس، انا ماشي في اتجاه الاكس يمين وشمال، يبقى هغير على مين؟ على الاتش. على الاتش. ازود مره على الاتش، يبقى النقطه دي كان اسمها اتش، هزود عليها سي. مين السي؟ انا لسه جايبها فوق، السي سكويرد بيساوي الاي سكويرد ناقص البي سكويرد، تمام. طب والواي ماليش دعوه بيه. طب لو زودت في اليمين يبقى في الشمال اتش ناقص السي ومين؟ اوكي. الباشا بتاعنا فاهم ولا نص نص؟ يبقى انا اول حاجه جبتها بعد السنتر ايه؟ الفوكاي. الفوكاي كان فوكس اتنين. الفوكاي، في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. طب ايه اللي بعد الفوكاي؟ عندك النقطه دي كان اسمها ايه في البارابولا؟ فيرتكس. فانت عندك فيرتكس في اليمين وفيرتكس فين؟ اه، ففي الحاله دي هيكون اسمها فيرتسيز. يبقى دي الفي واحد ودي اسمها الايه؟ الفيرتكس الاولى، عشان اجيبها هتحرك ايه منين؟ من السنتر. هغير في الاتش ولا في الكي؟ في الاتش. في الاتش كان اسمها اتش، بس المره دي هزود ايه كامله، والكي والمره والناحيه اللي هناك، يبقى الاتش ناقص الاي ومين؟ والكي زي ما هي. وصلت يا باشا؟ في مشاكل في الكلام ده؟ يبقى انت دلوقتي عندك كام معلومه؟ أربعة تلاتة أهي، السنتر وفي الفوكاي والإيه؟ والفيرتيسيز. في مشاكل في الكلام ده؟ شايف مش ده كده؟ شايف الحتة من أول الفيرتكس للفيرتكس، مش ده اسمه أكسس؟ أيوه. ده الأكسس الميجر ولا الماينور؟ الميجر. يبقى الميجر ليه كام الطول بتاعه كام؟ أنت لسه قايل 2 إيه؟ واحدة إيه في اليمين وواحدة إيه في الشمال. وصلت؟ طيب ومن هنا ده اسمه الماينور اكسس، وده ايه الطول بتاعه اسمه 2 بي. في مشاكل في الكلام ده يا باشا؟ يبقى الهايبر الاليبس ليه كام معلومه؟ 5. رقم واحد، ها اللي هنبدا منه الشغل كله، السنتر اسمها ايه؟ اتش وكي. طيب رقم 2، ها هحسب مين؟ اول حاجه بتعمل بعد السنتر الفوكاي. الفوكاي انا لو كان هوريزونتال يبقى الاتش هزود مره ونقص مره السي، هزود سي في اليمين ونقص سي في الشمال، والكي ماليش دعوه بيه. طب رقم 3، عندي فيرتكس ولا 2؟ يبقى فيرتسيز. يبقى الفيرتسيز هيكون الايكويجن بتاعت البوينتس بتاعته اسمها ايه؟ اتش بلس وماينس الاي، والكي ماليش دعوه بيه. رقم 4، ركز بقى مع اخوك، الميجر اكسس. الميجر اكسس ده دي معادله، ليها معادله وليها طول، يبقى لها اكويجن ولها ايه؟ لينث. اللينث بكام؟ 2 ايه. تمام يا باشا. طب ورقم 5، الماينر اكسس ليها اكويجن ولها ايه؟ لينث. ولها لينث. اللينث بكام؟ 2 البي. طب والاكويجن؟ شايف الميجور؟ الميجور الميجور ده كبير ولا صغير؟ الكبير. هو مين الكبير، الايه ولا البي؟ الايه. عشان تجيب الميجور بتروح للبي، للبراكت اللي فوق البي. يبقى البراكت اللي فوق الرقم الصغير هو معادله الخط الكبير، الميجور اكس اللي فوق البي. في الحاله دي امتى يساوي صفر؟ يبقى اسمه ايه؟ لما الكي الواي ايكوال كام؟ يبقى الميجور اكسس في الحاله بتاعتنا، في الحاله بتاعتنا الواي بتساوي كام؟ كي. طب والميجور والماينور اكسس اكس بتساوي كام؟ اتش. بس كده. في مشاكل؟ ده مين يا باشا؟ ده الاليبس. في كام معلومه؟ 5. اولهم السنتر، 2، الفوكاي، 3، فيرتيسيز، ايوه 4، الميجر والماينر ايه؟ اكسس وكايكوجن وكايه؟ وكالينث. الباشا بتاعنا فاهم ولا نص نص؟ ها الامور واضحه؟ ماشي مركز؟ اه. لو جه قال لك اكزامبل اهو، فايند زي ذا فيتشرز اوف ذا كونكت سيكشن، ذا فولوينج ايه؟ ذا فولوينج كونيك سيكشنز
الاربعة اكس سكويرد بلس تسعة واي سكويرد ايكوال كام يا باشا؟ 36. الانسر هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نكسب. اخ لازم الرايت هاند سايد يكون بكام؟ واحد. فيبقى هقسم المسألة كلها على كام؟ يبقى المسألة بقى اسمها ايه؟ اكس سكويرد وهنا اربعة وهنا 36 زائد تسعة واي سكويرد وهنا كام؟ وهنا 36 فوق وتحت يطلع كام؟ الواحد. يبقى الترم الاولاني ده اسمه ايه؟ واحد. اكس سكويرد على كام؟ على تسعة. تسعة وهنا الواي سكويرد على كام؟ اربعة. الاربعة ايكوال كام؟ حلو. اسف ثانية واحدة. البارابولا ده بارابولا ولا اليبس ولا سيركل ولا ايه؟ ده اليبس. اليبس تمام. انا عندي اكس سكويرد وعندي واي سكويرد ونفس الاشارة بس كوفيشنت مختلفة فده اليبس. الرقم الكبير قيمته بكام؟ تسعة. الايه سكويرد بتسعة والبي سكويرد أربعة بأربعة بس سي سكويرد بخمس. ده هورزونتال ولا فيرتيكال؟ ده تحت الاكس يبقى هورزونتال. يبقى ده هورزونتال ايه؟ اليبس. تمام. ده هورزونتال ايه؟ اليبس. ماشي. هورزونتال اليبس رقم واحد. اول نقطه اول حاجه بتقابلنا ها السنتر في البتاع ده بكام؟ زيرو وزيرو. يبقى احنا هنتكلم من اول الزيرو والزيرو اهو وهنمشي هورزونتال صح؟ اهو ده الكبير اهو وده الصغير. ماشي يا باشا؟ حلو. رقم اتنين ها الفوكاي. ايوه يبقى ده السنتر. رقم اتنين الايه؟ الفوكاي. كام وكام؟ عندك اس سكورد بكام؟ بخمسة. يبقى سي بس بكام؟ روت خمسة. يبقى الفوكاي روت خمسة وزيرو بلس وماينس روت الخمسة والزيرو ماليش دعوة بقى. عندي كام فوكس؟ اتنين. تمام. طيب رقم تلاتة الايه؟ الفيرتيسيز. ها دي الفيرتيسيز اهي بلس وماينس تسعة ولا ايه؟ بكام؟ الاي سكورد بكام؟ بتسعة. ها الفيرتيسيز كنت بمشي كام يمين وشمال؟ ايه بس الاي سكورد بتسعة يبقى همشي كام؟ تلاتة يمين وتلاتة شمال والزيرو زي ما هو. طب ورقم اربعة الميجر اكسس ك ك ك كلينث باتنين ايه؟ الايه كانت بتلاتة يبقى ستة. طيب ورقم كام ديت؟ خمس. الماينر اكس باربعة كلينث اتنين البي. البي سكورد باربعة تبقى البي الواحدة باتنين. انا يعني عندي اتنين البي بكام؟ باربعة. برضو باربعة. وصلت؟ حلو. طب والاكويجن في حالة مين؟ الميجر بروح فوق الايه ولا اروح فوق البي؟ فوق البي. فوق البي. امتى اللي فوق البي بزيرو؟ يبقى الواي بيساوي زيرو. وصلت؟ يبقى لو ده اسمه الواي ايكوال زيرو فالتانية هيكون اسمها ايه؟ اكس ايكوال كام؟ زيرو. اكس ايكوال زيرو. الباشا فاهم ولا نص نص؟ تمام. تمام ماشي اهو. طب ركز كام مع اخوك عشان السؤال ده مهم وممكن لو جه قال لك ان انا عندي المعادله اسمها رقم السؤال الثاني برضو نفس السؤال اللي فوق عايزك تجيب لي الفيتشرز الخصائص. عندك 7 اكس سكويرد زائد 2 واي سكويرد ايكوال 1. طب اليمين اساسا بكام؟ بواحد. يبقى الاي سكورد بكام والبي سكورد بكام؟ الاي سكورد احنا قلنا دي سبعة. احنا عايزينها اكس سكورد على رقم والبي سكورد على رقم. هل دي على ولا مضروبة؟ مضروبة. ازاي انزل السبعة دي تحت؟ تنزل سبعة ولا تنزل واحد على السبعة؟ واحد على السبعة. طيب والواي سكويرد على كام؟ على نص. على نص بيساوي كام؟ لو عندك برتقانه تقسمها على السبعة اكبر ولا تقسمها على الاثنين اكبر؟ على الاثنين اكبر. يبقى ده مين؟ الايه سكويرد. يبقى ده مين؟ البي سكويرد. وصلت؟ يبقى الايه سكويرد بكام؟ بنص والبي سكويرد
واحد على السبعة. النص يعني كام نص؟ يعني 14 على كام؟ أو ماشي أي حاجة، 7 على 14 دي كده، 7 على كام؟ 7 على 14 1/2، وديت 2 على كام؟ 14 صح؟ يبقى سي سكويرد بكام؟ 5 على 14، ما هو اللي فوق ناقص اللي تحت. وصلت؟ في مشاكل؟ حلو، يبقى الايه الواحدة بكام؟ آسف ثانية واحدة، الايه الواحدة؟ روت 7. لا وليه؟ 1 على روت 2. ماشي ماشي. والبي 1 على روت كام؟ 7. بس السي روت 5 على كام؟ على ال 14. الباشا فاهم ولا نص نص؟ يبقى رقم واحد ها الايه؟ السنتر كام وكام في السؤال بتاعنا؟ 0 0 بالظبط، 0 وايه؟ 0. السنتر في الحالة بتاعتنا كانت 0 وايه؟ 0 و0. هو هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال. عشان رقم الكبير تحت مين؟ تحت الواي سكويرد، يبقى ده اسمه ده فيرتيكال، صح كده يا باشا؟ فيرتيكال. يبقى رقم 2 الايه؟ الفقاي. الفقاي طالما فيرتيكال هغير في الاكس ولا في الواي؟ الواي. يبقى الصفر بتاع الاكس ماليش دعوه بيه، الصفر بتاع الواي مره هزود عليه ومره نقص منه. اوكي، الاكس كان بكام؟ سيبك من بكام، انا زود عليه مين؟ الرمز ايه ولا بي ولا سي؟ الفقاي. الفقاي سي. سي يبقى هزود ونقص عليه مين؟ سي. اللي هي كام؟ روت 5 على 14. روت 5 على 14، ممكن تلاقي روت 5 على روت 14. وصلت؟ طب رقم 3 اللي ايه؟ الفيرتسيز. الفيرتسيز هتحرك فيرتيكال، يبقى ماليش دعوه بالزيرو بتاع الاكس، زيرو بتاع الواي هزود ونقص عليه كام؟ ايه ولا بي ولا سي؟ ايه صح. الايه كانت بكام؟ 1 على روت 2. ماشي يا باشا. طيب الرقم كام بعد كده؟ الاربعة. الايه الميجور؟ الميجور اكسس. الميجور اكسس كايكويجن وكايه؟ كلينث. كلينث اللي هي بكام؟ 2 الايه، والايه الواحده بواحد على روت 2 تبقى 2 على روت الايه. وانت عارف طبعا ان 2 اللي فوق ديت عباره عن روت 2 تايمز روت 2، فممكن تتكتب ان ايه؟ مقتنع ولا ربع ربع؟ ها. طب اللي تحت الماينور، ها الماينور اكسس 2 الايه؟ البي. 2 البي. البي كانت بواحد على روت 7، يعني 2 على كام؟ روت 7. وصلت؟ في مشاكل؟ الاثنين والروت ازاي 3 روت؟ ما الاثنين يا ماله عبارة عن روت 2 ضرب روت 2، فانا عندي فوق روت 2 في روت 2 وعندي تحت روت 2، فواحدة من فوق طارت من واحدة من تحت. تمام. ها ركز. ماشي كويس، انت بتسأل. ماشي يلا بينا. طب والاكس والايكويجن في حالة الميجور، في حالة الميجور بروح فوق الايه ولا فوق البي؟ فوق ال لا ده الموضوع ثابت. اه وانا بجيب الاكويجن بتاعه الميجور بروح لمين؟ فوق البي الصغير اللي اسمه البي. في الحاله دي الميجور اسمه ايه؟ اكس ايكوال 0، والماينور واي ايكوال 0. الباشا فاهم ولا نص نص؟ تمام. يبقى كان اسمها ايه؟ اكس ايكوال 0 والواي ايكوال كام؟ 0. في مشاكل في الكلام ده؟ تمام ماشي. يلا يا باشا، لو في سؤال شبه كده وقال لك عايزين الفيتشرز برضه من شكل السؤال نفسه، ده اليبس ولا سيركل ولا هايبربولا ولا بارابولا؟ بارابولا ولا مستحيل؟ لا مستحيل. البارابولا لازم تكون في اكس سكويرد وواي باور واحد او العكس. لا ده الاثنين اي سكويرد، في اكس سكويرد واي سكويرد، يبقى مستحيل بارابولا. سيركل ولا مستحيل؟ الاثنين بوزيتيف في نفس المكان. ايوه بس عكس، بس الكوفيشنت مختلفه، يبقى مش ايه؟ مش سيركل. طب الاثنين نفس الاشاره وفي نفس المكان، ايوه بس الكوفيشنت مختلف، يبقى ده ايه؟ اليبس. وصلت؟ يبقى ده ايه؟ اليبس. ازاي نجيب الخصائص بتاعته؟ لا يا باشمهندس ده العمليه مفككه، فلازم نعمل ايه؟ كومبليتنج ذا سكوير. ازاي نعمل كومبليتنج ذا سكوير؟ يبقى 9 اكس سكوير زائد 36 ايه؟
اكس اكس دمت لوحده زائد 4 واي سكوير ناقص 8 واي لوحدهم زائد الايه الاربعة ايكوال كام؟ ده براكت وده براكت تاني. اسحب التسعة كوفيشنت. اسحب التسعة كوفيشنت منين؟ من البراكت الاولاني. اتفضل كام؟ اكس سكوير بلس 4 اكس. تمام. بلس اسحب الاربعة اتفضل كام؟ الواي سكوير نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 الواي. والكلام ده كله بلس الاربعة الكلام ده ايكوال كام؟ 0. اهو التسعة ماليش دعوة بيه اهو، وهنا براكت وهنا براكت هعمل له سكوير وناقص. تمام. البراكت ده في جوه البراكت اكتب ايه؟ اكس بلس 2 وهنا 4 ايوه زائد الاربعة وهنا واي نيجاتيف 1 الواي نيجاتيف ال1 وهنا نيجاتيف ال1 وكل الكلام ده زائد الايه؟ كل الكلام ده يكوال كام؟ وبعدين ادخل التسعة جوه يبقى تسعة مضروبة في اكس زائد الاتنين سكوير بس ناقص 36. تمام. والاربعة جوه يبقى اربعة الواي ها نيجاتيف الواحد سكوير نيجاتيف الفور ولا بلس فور ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. الفور بالبلس والماينس يطير. تمام يا باشا. هيتفضل الجزء ده ايكوال كام؟ زيرو. ايكوال الزيرو الستة وتلاتين تروح هناك بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى تسعة اكس زائد الاتنين سكويرد زائد الاربعة الواي ناقص الواحد سكويرد ايكوال كام؟ 36. ممتاز. وهنا مقسوم قسم المسألة كلها على كام؟ على تسعة. هنا على 36 الأول عشان كلها واحد 36. يبقى هنا اكس زائد الاتنين سكويرد على كام؟ زائد الواي ناقص الواحد كلها سكويرد على كام؟ ايكوال كام؟ بس ديت معادلة مين؟ الاليبس. هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال. فيرتيكال اليبس. تمام. ليه فيرتيكال؟ عشان الرقم الكبير تحت مين؟ الواي. تمام. يبقى الايه سكويرد بكام؟ بتسعة. التسعة والبي سكويرد باربعة. يبقى السي سكويرد بخمسة. تبقى السي بروت خمسة. والاي تلاتة. والبي باتنين. بس وتكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد الايه؟ السنتر. السنتر كام وكام؟ نيجاتيف 2 1 نيجاتيف 2 و1. طب رقم اتنين الايه؟ الفقاي. الفقاي هتحرك ده ايه؟ فيرتيكال. ده فيرتيكال فهتحرك مع مين؟ الواي. مع الواي. هو كان واحد هزود عليه كام؟ روت خمسة. بلس وماينس روت خمسة. روت الخمس. طيب ورقم تلاتة؟ الفيرتيسيز. الفيرتيسيز برضو ها نيجاتيف اتنين والواحد مالهش دعوة بيها بلس وماينس كام؟ اللي هي بتلاتة. رقم أربعة ها الإيه؟ الميجر. الميجر أكسس كام؟ الميجر أكسس كإيكويجن كلينث. هو كلينث 2A يعني الإيه ستة. بتلاتة يبقى ستة. والماينور أكسس أربعة كلينث. أكس كلينث أربعة كلينث المعاد اللينث المعاد بكام؟ باتنين البي والبي سكورد باربعة تبقى البي باتنين يبقى اتنين البي بكام؟ باربعة. اللينث باربعة. طب والإيكويجن بتاعت الميجر أروح فوق البي الميجر أروح فوق البي وأشوف إمتى البركة ده يساوي زيرو يبقى الإكس بكام؟ إكس بنيجاتيف 2 كميجر إكس إيكوال نيجاتيف 2 والواي إيكوال كام؟ 1. والواي إيكوال 1. الباشا بتاعنا فاهم؟ في مشاكل في كلامنا؟ طيب لو جينا نبص للسؤال اللي هو شغال بالعكس يعني ايه بالعكس؟ مديلك شويه خصائص ومطلوب منك تحسب الايه؟ بيقول لك احنا عايزينك تجيب معادله مين؟ الابس. الميجر اكسس الميجر اكسس اسمه واي ايكوال كام؟ يعني ايه واي ايكوال 1 يا دي عبد العزيز يا ولا ايه؟ اولا كلمه ميجر كلمه ميجر كلمه ايه؟ ميجر. احنا ازاي كنا بنجيب الميجر؟ كنا بنروح لبراكت نساوي بزيرو. فمعنى ان الواي ايكوال 1 يبقى البراكت ده كان اسمه ايه؟ الواي ناقص الواحد كلها سكويرد والبي تحت وواحده واحد ايوه الله ينور عليك. الميجر كان بيكون تحتها مين؟ البي تربيع. الله يفتح عليك. وهنا
الماينور الماينور طيب كنا بنروح للباكن نخليه بيساوي زيرو، فتبقى دي اسمها اكس ناقص التلاتة، قول ايه وتحتها مين؟ الايه سكوير ايكوال كام؟ حلو، يبقى انا من الميجر ومن الاكسس جبت الشكل ده، كده مطلوب مني مين؟ الايه هو البي. طب الميجر كان اللينث بتاعه بكام؟ الميجر كان اللينث بتاعه بتلاتة، هو التلاتة في الحالة ديت بتمثل مين؟ طول الميجر. طب وطول الميجر بيساوي كام؟ 2a 2a، تبقى الايه الواحدة بكام؟ 3 على الاثنين، صح كده؟ حلو، يبقى الايه الواحدة بكام؟ بتلاتة على الاثنين، فالمعادلة دي كده هكتبها كمان مرة، بس شيل الايه سكوير ده اكتب مكانها كام؟ ها؟ 3 على الاثنين سكوير. طب والماينور؟ بي كان بي 2b 2 البي، يبقى البي الواحدة بكام؟ بنص، فهشيل البي سكوير ده اكتب مكانها نص، قول ايه سكويرد، وكون كده جبت مين؟ المعادله بتاعتنا. الباشا فاهم ولا ربع ربع؟ طبعا ده ما تفكش عشان المعادله تبقى لا لا، هو الشكل ده احنا عايزين، ده الشكل المثالي بتاع الايه الايكويجن اللي احنا حابين، ده شكل الستاندرد. في مشاكل في الكلام ده؟ تمام. بص يا باشا، سؤال تاني مهم جدا كده، بيقول لك احنا عايزينك تجيب لنا المعادله بتاعه الاليبس، تمام، اللي الايكويجن بتاعتها اسمها ايه؟ اتنين و اسف الفيرتيسيز بتوعه عند كام؟ اتنين وواحد واتنين وكام؟ وخمسة، والماينور اكسس بكام؟ واحد. ركز بقى مع اخوك، النقطتين دمت سواء كانوا اتنين فيرتيسيز او اتنين ايه فوقاي، النقطتين دمت بيدولك تلات معلومات. كم معلومة؟ تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم، اولهم ان انت هتيجي ترس، الاثنين دول بيمثلوا ايه يا باشا؟ في السؤال بتاعنا اتنين فيرتيسيز، صح؟ النقطة الأولى اسمها اتنين وكام؟ واحد. اتنين كإكس وواحد كواي، واتنين وكام؟ وخمس. ودول بيمثلوا مين؟ الفيرتيسيز، صح؟ فيبقى أول معلومة هم هي اديتها لك إن ده فيرتيكال. صح؟ وصلت؟ يبقى المعلومة الأولى لما رحت من الفيرتكس الاولى للفيرتكس الثانيه، مين اللي اتغير، الاكس ولا الواي؟ الواي. يبقى ده فيرتيكال الليبس، ده رقم واحد. وصلت؟ يبقى الايه سكوير دي تحت مين؟ تحت براكت مين؟ الواي. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان انا دلوقتي هجمع الاثنين اكس واقسمهم على 2، يبقى 2 و2 بكام؟ ب 4 على 2 2 يلزمهم، واجمع 2 واي يبقى 1 و5 طلع 6 على 2 بكام؟ يبقى 2 و3 كده جبت مين؟ السنتر. السنتر. وصلت؟ في مشاكل في الكلام ده؟ يبقى المعلومة التانية ان انا اعرف بسهولة احسب مين؟ السنتر بقى اسمه ايه؟ ها 2 وكام؟ حلو، يبقى المعادلة كان اسمها اكس ناقص ال 2 سكوير زائد الواي ناقص ال 3 سكوير بيساوي كام؟ وده موجود تحته البي سكوير، عشان وده اسمه الاي سكوير عشان شغال بشكل ايه؟ فيرتيكال. كل ده من المعلومه بتاعت مين؟ النقطتين سواء كانوا فيرتيسيز او ايه؟ افقاي. وصلت؟ حلو، يبقى سواء كان فيرتيسيز او افقاي المعلومتين دول متثبتين. المعلومه الثالثه هي اللي هتعتمد سواء كانوا فيرتيسيز او افقاي، المعلومه الثالثه هتختلف. وصلت؟ لو هما فيرتيسيز، لو هما ايه؟ فيرتيسيز. يبقى البعد ما بينهم كام؟ البعد ما بينهم ايوه 2 ايه ولا 2 سي؟ لو هما 2 فيرتيسيز ايوه 2 ايه. 2 ايه، يبقى البعد ده اسمه كام يا باشا؟ 2 ايه. وصلت؟ طب البعد بحسبه ازاي؟ مش الاكسات هي الاكسات؟ مالكش دعوه بيهم، مش الواي اختلفت؟ واي الكبيره ناقص واي الصغيره، تبقى 2 الايه تطلع بكام؟ 4. تبقى الايه بكام؟ 2. يبقى الايه التربيع بكام؟ 4. حلو، يبقى انا كده عرفت كام معلومه من النقطتين؟ 3. ايه هما؟ الدايركشن والسنتر، وعلشان هما فيرتيسيز انا عرفت اجيب الاثنين ايه، فيبقى جبت الايه، فيبقى جبت الايه تربيع. كده يتفضل عندي مين؟ بسكوير. ما اعرفش اجيبها باستخدام النقطتين، عشان كده هو ناقص، هو مدي لك معلومه ايه؟ تانية. بيقول لك الميجر اكسس لينث بتاعه بكام؟ ده ميجر ولا الماينور؟ سوري، الماينور الطول بتاعه بكام؟ واحد. الواحد ده بيساوي كام؟ 2 بي. يبقى البي الواحده بكام؟ نص. يبقى بنص، يبقى البي تربيع بربع. بربع.
الباشا بتاعنا فاهم ولا في مشاكل؟ تمام. ده كده الايه، ده الشكل الستاندرد بتاع الاكويشن، فاهم ولعتها؟ تمام. تمام. كان طب في احنا فيديو. كنا ممكن نفك بقى اللي قبلها اللي كان فيها سكورد فوق، كان ممكن نفكها اللي هي كان فيه الاكويجن اللي فوق بتاع المسألة اللي فوق، اهي ليه بقى ما فكناهاش؟ يا ابني اللي فوق هو اساسا كان فكاه ازاي؟ لا لا ليه هنا برضو ما فكناها، خلينا 9 4 و1 على 4 تعال اللي هو عادي كان عادي عادي عادي. اتنين. انت يعني قصدك ان واحد على الاتنين تربيع؟ ماشي. يعني انا وجهة، سلام. انا شايفه يعني من وجهة نظر المتواضعة ماشي كده او كده، مش هتفرق مش هتفرق. بس لو انا يعني ممكن اكتب واحد على الاتنين تربيع، بس مش هتفرق يعني. وصلت؟ في تمام. مشاكل في الكلام ده؟ الامور واضحة؟ تمام ماشي. لو حبينا ناخد مثال ده مثلا قبل الايه، قبل الابليكيشنز مثلا، تمام يلا بينا. يلا بينا يا باشا. بيقول لك احنا عايزين تجيب الايه، الايكويشن بتاعت الايه، الاليبس. الاليبس يعني مدي لك الاثنين فوقاي والاثنين ايه، فيرتيسيز. انا من اي واحده من الاثنين، اي جروب من الاثنين، سواء كان الاثنين فوقاي او الاثنين ايه، فيرتيسيز، هقدر اطلع كام معلومه؟ ثلاثه، ثلاثة. سواء الاثنين نمط او الاثنين نمط. المعلومتين الاولانيين من هنا او من هنا، هما ايه الاثنين اللي في الاول؟ سنتر. الدايركشن والسنتر. هنا ايه اللي اتغير، اكس ولا واي؟ واي. فالدايركشن ايه، فيرتيكال. فيرتيكال. هنا نفس الكلام، فيرتيكال. السنتر ازاي بحسبه؟ بجمع اكس مع اكس واقسم على 2، واي مع واي واقسم على 2، اكس واكس على 2 2، واي وواي على 2 ب 4، صح؟ اكس واكس على 2 ب 2، واي وواي على 2 ب 4. يبقى السنتر، طبعا السنتر مش دايركشن. هيختلف والدايركشن مش هيختلف. يبقى دلوقتي انا عندي، ها انا عندي شغال ايه، فيرتيكال، صح؟ سنتر كام وكام؟ 2 و4. 2 و4 اهو، تمام. وهو المفروض في الفيرتيسيز من هنا هطلع كام؟ 6، وهنزل كام؟ 2. وده الايه، وده الشكل بتاعنا. طبعا الموضوع مش 100% مظبوط، تمام، يعني الرسمة مش 100% مظبوط. وصلت؟ ده الايه، ده الفوكس الاولى، ودي الفوكس الايه، التانية. تمام. وصلت يا سعادة الباشا؟ ممتاز. ركز بقى مع اخوك. ال طيب السنتر احنا قلنا اسمه ايه، 2 و4. 2 و4. يبقى المعادلة بتاعتك اسمها ايه، ها؟ اكس ناقص الاتنين سكويرد، وتحتها بسكويرد، بلس الواي ناقص الاربعة اول سكويرد، وتحتها الاي سكويرد ايكوال كام؟ اسف، ايكوال كام؟ 1. لو انا شغال على الفيرتيسيز، سوري، الفوكاي، الاثنين فوكاي، البعد ما بينهم بحسبه ازاي؟ الاكسات ثابته، الوات اختلفت، يبقى الفرق ما بين الوايت بكام؟ 2. الفرق بتاع الاثنين فوكاي بيمثل كام؟ 2 سي بيساوي 2، تبقى السي بكام؟ السي بواحد. ماشي. طب والفرق ما بين الفيرتيسيز 2 كام؟ 2 ايه بيساوي كام؟ 4. يبقى الايه بكام؟ ب2. يبقى انا كده عرفت المعلومتين. لا لسه واحده بس، اللي هي مين؟ الايه. وصلت؟ الايه سكور طلعت بكام؟ ب4. ب4. الايه بس ب2، يبقى الايه سكور دي بكام؟ 4. ب4. ماشي. طب والبي؟ تيجي تقول لا انا مش عارف البين، عارف مين؟ سي. طب ما هي العلاقة اللي بتربط ما بين السي تربيع بتساوي الايه تربيع تربيع ناقص ناقص البي التربيع. تربيع. يبقى ده بواحد، تربيع بواحد، وده ب4 ناقص البي تربيع. يبقى البي تربيع بكام؟ بتلاتة. تلاتة. يبقى اكتبها زي ما هي، تلاتة. تلاتة. البي تربيع، لا لا انا عايز اساسا البي تربيع. يبقى البي تربيع بكام؟ تلاتة. اهو خلصت كده. في مشاكل؟ لا. دي كده مين؟ كل المسائل قبل الابليكيشن. في مشاكل كام ده يا باشا؟ بص يا باشا، يعني في معلومة كده احنا عايزين نقولها قبل ما نخش في الابليكيشن. المعلومة بتقول ان انت لو عندك اي اليبس بالشكل ده كده مثلا، الاليبس ده طبعا ليه ايه، ليه اتنين فوكاي، صح كده؟ اتنين فوكس، دي الفوكس الاولى مثلا، ودي الفوكس الايه التانية. يعني ايه يعني اليبس؟ يعني في نقطة بتتحرك هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، ايا كانت موجودة على الكيرف اللي باللون الابيض ده، صح كده؟ ايا كان النقطة مكانها، لو اخترت اي نقطة، اي نقطة،
مثلا خد انهي نقطة انت عايز ده، مثلا مثلا لو قست المسافة ما بين النقطة والفوكس الأولى وسميتها مثلا ال L1 مثلا، وقست المسافة ما بين نفس النقطة وليه والفوكس التاني سميتها L2، هتلاحظ ان ال L1 زائد ال L2 يبقى البعد ما بين اي نقطة والفوكس الأولى بلس البعد ما بين نفس النقطة والفوكس التانية، ده مقدار ثابت بيساوي 2a. ماشي يا باشا؟ طيب لو كنت اخترت نقطة هنا مثلا أو هنا مثلا أهي، ولو جيت ده هي سميتها مثلا دي هتبقى اسمها L2، مش لازم تكون L2 بيساوي L2، أي حاجة M2 وده اسمها مين؟ ال M1. هتلاحظ إن ال M1 بلس M2 برضه بتساوي كام؟ فلو ثبت لو خدت اي نقطه على البتاع ده على الاليبس وسبت منها كام مسافه، مسافتين، واحده ما بين الفوكس الاولى والنقطه اللي انت مثبتها، واحده ما بين الفوكس الثانيه والنقطه اللي انت مثبتها، وجمعت المسافتين هتطلع قيمه ثابته بتساوي 2 ايه. في مشاكل؟ ها تمام، عشان دي بتيجي في ايه، في اسئله. تمام يا ريس، في مشاكل في الكلام ده؟ طيب تيجي تعالى بقى نخش في حته الايه، الابلكيشنز. فاكر البارابولا؟ البارابولا كان عندك فوكس واحد، تمام؟ ففي البارابولا انت كانت الدنيا العمليه ماشيه معاك كده، مثلا اهو كنا بناخد الفلاش لايت ريفليكتور، كنا بنحط السورس بتاع البالب فين؟ هنا عند الفوكس، فكان بيطلع خطوط كده او في حاجات بتطلع كده، فاللي بتطلع كده عملها ريفليكشن بارلل اكسس، تمام؟ وفي حاجات بتطلع كده برضه تعمل لها ريفليكشن تطلع بره لليمين الاكسس وهكذا. في مشاكل في كده سعاده الباشا؟ الامور طيب. واضحه تمام طيب. ماشي، ده مين ده الايه ده البارابولا. طب في الاليبس؟ لا ده في الاليبس احنا عندنا اساسا كام فوكس؟ اتنين. فلو انت حطيت سورس عند اي فوكس الفوكس الثاني هتمثل سينك، يعني واحدة بتبعت والتانية بتستقبل، فلو دي طلعت لو سورس هنا فهتطلع ستريت لاين يجي هنا، طب لو طلعت كده تمام يتعمل لها ريفليكشن بحيث تيجي فين؟ عند التانية. وصلت؟ ولو اتعمل لها كده تعمل لها ريفليكشن بحيث تيجي فين؟ التانية. عند التانية برضه. ففي الاليبس عندك كام فوكس؟ اتنين. ففي واحدة بتحط عندها جهاز يبعت والتاني عندها جهاز يستقبل. جم ربنا يشفي الجميع، جم قال لك في ناس بيكون عندها حصوات على الايه؟ على الكلم، تمام؟ فجم قالوا الحصوات ديت بيدخل عايزين نفتتها عشان تنزل بسهولة عشان نطلعها، فجم قالوا ان احنا مثلا اهو بالشكل ده كده عندك اليبس، بيجيبوا جهاز على شكل اليبس وبيحطوا عند فوكس من الاثنين جهاز التراسونيك بيطلع موجات، تمام؟ الموجات دهيت بيجيبوا المريض، خلي بالك ان احنا ممكن الفوكس الثانيه فين مكانها اهو، تمام؟ احنا ممكن نقطع الجزء ده اساسا خالص، بس احنا عارفين مكان الفوكس ولا مش عارفينه؟ نجيب المريض ونسنطره في حين بحيث يكون المريض نايم كده وده مكان الحصوه هنا، تمام؟ يبقى ده فين مكان الايه الحصوه، بحيث الموجات اللي بتطلع من هنا تخش مباشره هنا، واللي تيجي هنا تنعكس وتيجي هنا، واللي تيجي هنا تنعكس وتيجي هنا وهكذا، تمام؟ بحيث يبقى احنا بنركز كل الاشعاعات بحيث ان هي تيجي فين؟ على حصر ذات، فبفضل الله تتفتت ويعرفوا يستخرجوها بشكل ايه كويس. يبقى تاني اللي احنا عايزين نقوله لك ان في الجهاز الكليه اسمها الايه؟ بالانجلش اسمها ايه؟ الكيدني، تمام يا ريس؟ طيب ماشي. يبقى دي اسمها الكيدني ستون، تمام؟ الحصوات بتاعه الايه الكل، تمام يا باشا؟ بنحط في حاله الكيدني ستون تريتمنت ديفايس بنحط ايه؟ بنحط خلاص احنا عندنا جزء، الجزء ده اساسا جزء من ايه؟ من اليبس، وانا حاطين الجهاز عند فوكس من الاثنين وانا عارف مكان الفوكس الثانيه، فالمريض بنقعده وبيتحرك بحيث نجيب الحصوه فين؟ في مكان مين؟ الفوكس الثاني،
وصلت، بحيث كل الالتراسونيك اللي تطلع من الفوكس الاولى تتجمع عند الايه، عند الحصوه دي، بحيث ان شاء الله باذن الله ان هي ايه تتفكك. في مشاكل في الكلام ده يا باشا؟ ها تمام. الاسئله بقى هيجي يقول لك ايه، هيدي لك شويه معلومات، يقول لك فين المكان بتاع الالتراسونيك، فيقصد كده الايه البتاع ديت. ممكن يجي يقول لك ايه، احنا عايزين البعد ما بين المصدر اللي هو والمريض، فالاثنين دول يبقى احنا عايزين ديستانس بتون مين؟ التوفوقاي اللي هما مين؟ الاثنين السي. في مشاكل في الكلام ده؟ طيب الجهاز ده بيكون الابس كامله ولا نصها؟ نصها، احنا مش هندخل المريض جوه الالبس، فاحنا اساسا واخدين نص الالبس. وصلت بالشكل ده كده. فممكن يجي يسالك على المسافه ما بين القاعده بتاع دي، القاعده بتاعت الديفايس، وما بين مين؟ المصدر بتاع الالتراسونيك، او المسافه ما بين القاعده وما بين مين؟ الحصوه بتاعه المريض. المسافه من الخط الهوريزونتال ده هنا دي اسمها سي، من فوق او ايه او من تحت. في مشاكل في الكلام ده؟ تمام. طيب ثواني بقى ناخد ايه اكزامبل. طبعا ده اخر سؤال بالنسبه لنا دلوقتي، والسؤال ده كان جاي من المحاضره. تمام. بيقول لك ايه، اكيدني ستون تريتمنت ديفايس هذا شيب اوف ايه، اوف هاف ان اليبس، يعني جاي على شكل ايه، نص ايه، نص اليبس. تمام. الدبث بتاعه بيساوي كام؟ 20. ماشي. الويدث ب 20 والدبث بكام؟ بص كده، احنا اوتوماتيك البتاع في الغالب بيكون بالشكل ده. تمام. ركز بقى، فين الفوكس اهي، ركز بقى، فين الويدث؟ ده الويدث، الويدث اللي هو يقصد بمين؟ 2 البي. 2 البي بيساوي كام؟ 20 سم. يبقى ده مين؟ 2 البي. طب والدبث اللي هو ده كده كله، كل ده اللي هو مين؟ ولا ها ايه بس بكام؟ بس يبقى ده الايه، وصلت؟ يبقى الايه بكام؟ ب 16 سنتيمتر. وصلت؟ ما هو لو 2 ايه يبقى الايه الواحده ب 8 تبقى اقل من البي، مستحيل. وصلت؟ حلو. فايند ذا ديستانس بتوين ذا كيدني ستون ومين؟ والبيز بتاعت الايه؟ فين الكيدني ستون اساسا؟ الكيدني ستون اللي هي دي كده. ما هي المسافه ما بين الحصوه هي والقاعده، هي نفس المسافه ما بين الجهاز والايه والقاعده. وصلت؟ يبقى هو بيسال على مين؟ على السي. وسط ولا نص؟ نص. ها تمام. ثواني كده. طيب احنا معانا الايه ومعانا مين؟ الايه بكام؟ ب 16. تبقى الايه سكوير 256، صح كده اعتقد يعني. طب والبي ب 10، تبقى البي سكوير بيساوي 100، تبقى السي سكوير بكام؟ 156. يبقى البي يبقى السي بس روت 1.5 ايه، بس كده، ده اللي احنا عايزينه. الباشا فاهم؟ ها فاهم. سؤال في الكلام ده؟ تمام. اعتقد كده الاسئله بتاعت الاليبس لمينا معظمها. ممكن تبص بقى على الشيت. في مشاكل يا باشا؟ بالتوفيق ان شاء الله. توفيق لكل الناس اللي بتسمع الكلام ده ان شاء الله. السلام عليكم.